جنوب السودان في التنمية وأيضا في السلام وفي البناء. بسم الله. رسميا بقيادة سعادة السفير عبد الله تم افتتاح إقون أبديسنس. اي واحد هيلقى الحاجه بتوعه نجيب بنظام بنظام رسميا خلاص ام او ابدي الهيستوري. شركة الصومالية اللي فتح شركة ودي شركة كويس اللي عمل مع جنوب السودان كاظم الحجاري من خدمات بعيدة من اشكر الحجاري شكرا لك. اسمك منو؟ حمس بيستا. طب قول شنو للشركة؟ لا والله مبروك شريف.